في هذه اللحظات تمت انطلاقة الشوط الخامس للبكار التاسع في المجموع، ونوه بأن هناك شوط مخلوط لبكار وقعدان بعد انطلاقة الصعوبة، ونوه بأن الشوط الماضي دخول جماعي بين سعد لسيد عبد الله بن حزام الزعبي والمجهول، دخول جماعي في هذا الشوط. في هذه اللحظات اللي في أول المراكز هذه الحذرة للسيد محمد بن دايل النعيمي مع الحذرة في أول المراكز، أما في ثاني المراكز شعار بن عويضة، هذه غالية للسيد علي بن بخيت بن عويضة شعار الدراجة. في هذه اللحظات في ثاني المراكز ثالث المراكز هذه خبر للسيد محمد بن حمد القريصي مع خبر وخبر عاجل واصل من ممثل الجنوب. في هذه اللحظات في ثالث المراكز شعار السيد حمد محمد بن حمد القريصي، اما في رابع المراكز اللي واصله هذه الدرعيه للسيد ناصر بن عبد الله بن قيعان الهاجري، في خامس المراكز هذه الظبي للسيد الحميدي بن راشد اللفجح روح يا اللفجح روح، هذا هو شعار السيد الحميدي بن راشد اللفجح. في هذه اللحظات وسللت من العمق تبي تتسلل تنتزع الكاس، الكاس المقدم من السيد صالح بن راشد الدعم الداعم الرسمي لسباق هذا اليوم، ونوه بأن هناك شوط مخلوط للذين يريدون الاشتراك في هذا الشوط من مسافة 1500 متر بعد أشواط الصعوب. اللي في أول المراكز في هذه اللحظات هذه الحذرة للسيد محمد بن دايل النعيمي في أول المراكز، هذا هو شعار الدولي في أول المراكز في هذه اللحظات، ولكن رقم 6 من الجانب الأيمن، هذه اللي في رقم 6 من الجانب الأيمن 8 و6 دخول جماعي، 8 العاصمة للسيد محمد بن جابر بن حذقين، و6 الدرعية للسيد ناصر بن عبد الله بن قيعان دخول جماعي في هذا الشوط. نقول تهانينا والناموس لجميع الإخوة. التوقيت الزمني لهذا الشوط 2:15:57 جزء من الثانية، تهانينا والناموس. قعدان من مسافة 1500 متر